تصوير 10 من المسلمين القراءة والكتابة. ولو كان هذا مقبولا ما كان أول ما نزل اقرأ، ولا من أول من نزل نون والقلم وما يشكرون. لكننا نتكلم عن مهارات الحياة التي تتعلق باهتمام الطفل وميوله وتربي فيه شخصية رجولة. فقد قتلنا في أبنائنا النخوة ونقطة الانطلاق. أبناؤنا حتى 30 من العمر لا يحصلون ميما ويمدون أيديهم للأمهات والآباء ويعيشون عادة على مجتمعاتهم. فكيف كان القائد العام لجيش المسلمين الذي رباه محمد رسول الله ابن 17 ربيعا؟ كيف يرقى أسامة بن زيد إلى هذا المقام وعمره عمر طالب في الثانوية العامة؟ ومن لنا من أبنائنا في هذا العمر أستطيع أن أقول عنه رجل يعتمد عليه؟ إن البنات كالذكور فقدوا كل شيء. لماذا؟ تعليم فاشل، لم نخلص بعض الميزة لإصلاحه. الغش فيه أمارة أساسية ووسيلة إجبارية وثقافة مجتمعية. معطي الدرس يسرب الامتحان أو يبلي الجواب أو يتلاعب بدراسة الإجابة أو صاحب المدرسة الخاصة يوائم النتيجة حتى تكون رعاية له. وإن يتعجب من أين تملك تلك المؤسسات الأجنبية التعليمية في بلادنا درجة محددة في كليات القمة؟ عايز تدخل الطب ادفع مبلغ معين، وهذا معلوم بالضرورة. فمن الذي أعطاه هذا الصك؟ وقل لي كيف نحقق تلك النتيجة التي يقبض ثمنها مسبقا؟ حتى ولو ذاكر الولد أستاذ في حل الاختبارات، لكنه لم يفهم، لم يطبق شيئا مما تعلم في الواقع، لم يكتسب مهارة واحدة، درس الفيزياء وما عرف عنها شيئا، والكيمياء وما أتقن منها شيئا، والرياضيات وما اخترع لها شيئا، واللغات وما ترجم إلى قوتنا شيئا. ثم دخل الجامعة، ثم تخرج من الجامعة، ثم جلس في البيت. حتى البطالة نادت العاملين اليوم، كلما بيع مرفق من مرافق الدولة صلح بعض أهله، صلحت الخبرات وصلحت الأقدميات. وليس لنا من كلام مع المستثمر وتزيين كيلو بالله. ثم الجميع يتفق إذا انتهى الامتحان وقضيت مواسم الامتحان ليس إلا المصيف. الجو حار ونريد أن نلطف الجو، وليس عندنا شيء نفعله، وليست لدينا برامج محققة، ولا طموحات نبحث عن سبل تحقيقها. إنه وقت مقبول نريد أن نستجد حتى نقبل على عام دراسي
شديد بنفس منشرحه لنحفظ بعض المعلومات وننساها فور الخروج من صالات الامتحانات. هذا على احسن تقدير. اتحدى اليوم من على هذا المنبر الطيب الطاهر المبارك منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سالنا اول الثانويه العامه الذي لم تخرج نتيجته الى منذ ايام، لو سالناه الان فاجب. اتحدى وانا رجل في مقام تعالى، لاننا سنسال عن خيانه امانه هذه. ان الله اعطانا عقلا مميزا يتعامل مع الانسان وفق رغبته، فلو تناولت المعلومه الان في صلاه الجمعه تريد ان تسمع ماذا يقول الشيخ، او سمعتها من منطلق تصدقه معه ولا تصدقه معه. اتحدى لو خرجت من المسجد فذهبت الى البيت فتذكرت شيئا، بينما لو اقبلت على غير الله تريد ان تتذكر وتتعلم وتحصل وجبتك الدسمه الايمانيه لتعيش بها ما بقي من عمرك فلن تنساها، وان نسيت ربها لن تنسى معناها ولا كمناها، وكل انسان منا قادر على هذا. فلما ربينا ابناءنا من اجل الامتحان والدرجات فحسب، الصادق من ابنائنا نجح لكن حدوده الامتحان. اين البلد واين الدين؟ ولله دار هارون الرشيد. اقبلت عليه امراه شرمه وهي مغضبه، وكان له ولدان، ولد من أنا وكان يقربه من مجلسه، وابن عيومرة هذه وكان في حال سبيل لا يعبر به أحضر أم غاب. فغضبت لأنها تريد أن يكون ولدها ولي العهد بعد أبي لابن أنا. فقالت يا امير المؤمنين تقدمني ابن الامل على ولدي وانا بحره العفيفه؟ قال هما ولدان. صحيح الام مختلفه لكن الاثنين من جهه الاب على درجه واحده، هما ولدان. لكن هذه مهارات وامكانات. قالت لا اقبل، لابد ان تقدم ولدي. قال أخبرك بما تفعلين، إيديه لولدك. فدعا ولدها قال يا ولدي. قال لبيك يا أمير المؤمنين. قال أريد 40 تيسا معممين. قال متى تريدهم يا أبي؟ الآن. قال وقت ما تحب، مسألة تحديد الوقت متروك لك. وقت ما تحب. قال فورا سمعا وطاعا، طلبات امير المؤمنين اوان.